ابو سالم، هذه المفاتيح وهذه الورقه. شفت السماعه المعلقه بالجدار؟ اي اشوفها، بس شو اسوي فيها؟ هذه تضغط الزر تتصل على المديره، واحنا اذا بغيناك نتصل عليك. اي بس ما فيها ارقام، الله يحفظك، ما في ارقام. يا ابن الحلال اقول لك تدوس على الزر، بس تدوس، فهمت ولا ما فهمت؟ عاد ايش تنفخين علي؟ عاد ترى شوفي، انت طولت لسانك علي، ترى افصلك. لا والله تفصلني، قالوا لك انت المدير، ترى اذا فصلتني افصلوك بعد. مو بقصدي ان انا افصلك، يعني انا اقصد انه يعني ليش ما تجيبون لي جوال احسن؟ شو ما اسمع قول، وش تبغى؟ آمر تدلل، وش تبي؟ ايفون 6 ولا ايفون 6S ولا ايباد ولا سامسونج؟ اطلب. يعني تطنزين علي يعني؟ وش اسوي بك بعد؟ حارس وتتشرط، مالت يا الاشهب. ايوه ابو سالم، ايش عندك؟ لا ما عندي شيء، بس كنت اجرب التليفون، الله يحافظك. حصل خير؟ حصل خير. الله يسلمك. والله صوتها حلو، الله يحفظها. ايش قلت؟ ما قلت شيء، اقول ان الاتصال يعني انه يعني الاتصال الصوت طالع عندي حلو، الله يحافظك. مع السلامة. الله سمعتني، هذا ودها صوتها، بس شلون هي نفسها؟